بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في دورة التخزين الشبكي باستخدام جهاز ساينولوجي، معكم عمر النجار. سنتعرف في هذه الدورة على مفهوم التخزين الشبكي أو ما يعرف بـ Network Attached Storage أو اختصارا NAS، وذلك باستخدام جهاز من شركة ساينولوجي كتطبيق عملي على هذا المفهوم. في هذه الدورة سنتعرف في البداية بعون الله تعالى على نظرة عامة على التخزين الشبكي من حيث مفهومه وفوائده وما هي حقيقته، وسننتقل في الفصل الثاني إلى نظرة عامة على جهاز ساينولوجي ونتعرف عليه ونقارنه بأجهزة من شركات أخرى، ثم ندلف إلى الوحدة الثالثة وهي التعرف على الخدمات الأساسية التي يقدمها هذا الجهاز، وبعد ذلك ننتقل إلى تطبيقات عملية لهذه الخدمات، وفي نهاية كل وحدة هناك اختبار قصير لتقييم مدى الاستيعاب، فكونوا بالقرب في أمان الله.